تورام ليزارازو دوساي، هذا طبعا جوركاييف لاعب انتر ميلانو وصديقه في انتر ميلانو كما قلت رونالدو يعانقه، وقالها جوركاييف، قال اتمنى ان يكون رونالدو تعيسا في نهايه المباراه لكي اواسيه وانا سعيد. حدث ذلك، حزن البرازيليين وطاقم الحكام بقياده العربي المغربي سعيد 90، انجلترا لقب 1-66، الارجنتين لقبان 78-86، البرازيل اربعه القاب 58-62-70-94، وفرنسا لقب واحد عام 98. وليس للبرازيليين ان يلوموا غير انفسهم. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا معكم جميعا احداث مونديال القرن، وهكذا انتهت المباريات وما زالت اللحظات التاريخيه، لحظات التتويج وبعد ذلك دقائق حفل الاختتام. الميدالية الفضية للبرازيليين أمر محزن ومحزن جدا، وخصوصا وأن في شباكهم 3 أهداف دون رد، وفي مجمل البطولة قبلت البرازيل 10 أهداف، وكان هذا أكبر عدد من الأهداف يدخل مرمى فريق في فرنسا 98. البرازيل وطبعا بلاتر يواسي رونالدو أفضل لاعب في العالم والفائز بالكرة الذهبية من الفيفا مرتين، بلاتر رئيس الاتحاد الدولي يواسيه، تافاريل ليس له أن يتذمر، قبل 3 أهداف.